أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. اليوم في برنامجنا عليكم بالعافية مع الشيف محمد من شركة كايتا. أهلا وسهلا فيك شيف محمد، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. اليوم بنتكلم شيف عن سلطة الجرجير، وصفة حلوة، جرجير مع الشمندر. بس ممكن تخبرنا عن المكونات؟ السلطة بسيطة جدا، عبارة عن جرجير والشمندر وعصير الليمون، الذرة، زيت الزيتون والسماق وملح. اوكي، يعني مكونات جدا بسيطة وسهلة. بس سبحان الله، يعني احنا لو نشوفها بسيطة لكن سعرات حرارية حتى فيها سعرات حرارية جدا بسيطة. قليلة. نعم. اوكي، تفضل شيف. منبلش نضيف الجرجير. طبعا الجرجير مغسول مقطع بهالشكل، ممكن تخليه بشكل اكبر او اصغر على حسب الرغبة. نعم، حسب الرغبة. بنضيف عليه شوي الشمندر. طبعا لازم نعرف هنا بالنسبة للشمندر والجرجير من العناصر المهمة فيهم انه عنصر اللي هو الفوليك، وكذلك زين في تقوية الدم للإنسان، خاصة الشمندر لأنه في خاصية مهمة جدا في أن تدفق الدم، في نفس الوقت في تكون خلايا الكريات الدم الحمراء بطريقة صحية وجيدة. تمام. أيضا بالنسبة للذرة بنضيفها. نضيف الذرة عليها. هي وصفة بسيطة جدا، يعني ما فيها أي تعقيد ولا فيها، بس تكون الانجريدينز جاهز، الأمور كلها بسيطة. بنضيف شوية زيت الزيتون عليها. طبعا كل ما كانت السلطة فيها نوع من الألوان ومثل اللون الأصفر مع الأحمر والأخضر كل ما كانت مشهية أكثر. بالضبط. ومفيدة جدا لأن فيها كثير من المعادن والفيتامينات، يعني كل ما نوعت في الألوان كل ما نوعت في الفيتامينات والمعادن. أكيد. إضافة الحامض. عصير الليمون ملعقتين. أو الليمون، أوكي. نحاول ما نستخدم إلا الليمون الفريش الطازج. تمام. وشوي من السماق. مسحوق السماق. دائما الأشخاص اللي يعانون من أمراض ضغط الدم واللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم أو ممنوعين من الأملاح خاصة استخدام الملح، دائما احنا ننصحهم كأخصائيين تغذية في استخدامهم للسماق أفضل من استخدامهم للملح، لأن في شوية ملوحة خفيفة مع اللون، مع أظن الحامض بعد أو الليمون. بالضبط. فدائما في بدائل ثانية. أيوة. فالبدائل تكون دائما في السماق أفضل من أن استخدم الملح لمرضى الضغط، مرضى القلب ايضا ممكن احنا نقولهم يستخدمون الصماق. الحين بنخلطه. نبلش الخلط. طبعا بيكون خلط خفيف عشان ما نحاول ان احنا نفقد مكونات الفيتامينات والمعادن الموجوده في السلطه. ايوه. وبالنسبه للشمندر بعد جدا مهم للناس اللي عندهم مثل ما قلنا من قبل مشاكل اللي هو فقر الدم. ففقر الدم للاشخاص اللي عندهم فقر الدم يتناولون الشمندر والجرجير عشان يساعد على تدفق الدم وتكوين كريات الدم الحمراء بطريقه جيده. والسلطه دائما نقولها احنا مهمه للاشخاص اللي عندهم، يعني للاشخاص كانها كوجبه، مش كوجبه رئيسيه، من ضمن الوجبات الرئيسيه لانها تساعد على تعويضهم للفيتامينات الموجوده اللي محتاجينها اللي ممكن يخفون منها. وكذلك من ضمن السلطات اللي احنا ممكن نستخدمها انواع كثيره، لكن هذه السلطه تعتبر سلطه ممتازه للاشخاص اللي ممكن يكون كمثلا المرضى، ممكن يكون عندهم الناس اللي عندهم طبيعيين، الاطفال ممكن ياكلونها، فمنوعه في نفس الوقت نستخدمها، نقدر نستخدمها اكثر عن مره في اليوم مثلا وجبه الغداء او وجبه العشاء حتى. هي هتكون مكمل طبعا لوجبات الغداء. ايوه، يعني مكمل كسلطه، يعني تضاف للوجبات الرئيسيه. ممكن نزينها كمان بشويه ذره. بالنسبه للسعرات الحراريه الموجوده في الشيف في هذا الصحن تقريبا في حدود 10 سعر حراري، يعني حتى الاشخاص اللي حابين يسوون هذا الرجيم او تنزيل للوزن ممكن يستخدمون هذا الطبق الصحي لانه منخفض السعرات الحراريه. بالضبط. وايضا الناس اللي يعانون من مشاكل الكوليسترول دائما احنا نقول لهم كثروا من السلطات في وجباتكم، فهاي من السلطات المهمه اللي ممكن يستفيدون منها من ناحيه الالياف لانها عاليه بالالياف، الذره والجرجير ايضا بالنسبه للموجود في ايضا في الشمندر،
فاحنا ممكن نستخدمها للاشخاص سواء كانوا مرضى او الناس طبيعيين. نعم. مثل ما شايفه طبعا الفول كلر يعني فيها الاصفر مع الاحمر مع الاخضر عاطي شوي رونق هيك. ومثل ما قلت لك بعد شيف ان كل ما كثرنا في الالوان الموجوده في السلطه مثل يعني اللون الاخضر مثل ما قلت في نفس الوقت ممكن احنا معناته ان كثرنا من الفيتامينات المعادله او نوعنا من الفيتامينات المعادله الموجوده في السلطه. تعتبر السلطة هذه سلطة الجرجير والشمندر ممكن يتناولها الأشخاص قبل في رمضان قبل فترة أو قبل وجبة الفطور الرئيسية كتهيئة للمعدة لأنها محتوية على فيتامينات زينة وبنفس الوقت فيها أيضا بعض السكريات الموجودة في الشمندر لتهيئ المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسية في الفطور. كذلك الأشخاص البدناء أو اللي عندهم زيادة في الوزن أو اللي حابين ينزلون أوزان في شهر رمضان عندهم برنامج أو خطة أنهم ينزلون أوزانهم ممكن يأخذون هاي بين الوجبات كوجبة خفيفة قليلة السعرات الحرارية. بالنسبة للسعرات الحرارية لهذا الطبق تقريبا 10 سعر حراري فأتوقع أن تكون جيدة للأشخاص للشخص الواحد اللي ممكن حافظ. أيوة. طيب شكرا شيف على الوصفة هذه. شكرا على المعلومات القيمة اللي أعطيتني إياها وشكرا لجميع المتابعين ورمضان كريم وينعاد عليكم يا رب. عليكم بالعافية. بالعافية.